احنا هنا بنتكلم على جائزة المبدع الصغير دي المرة الثالثة 2023، وشفتوا الولاد والبنات اللي زي الفل زي السكر واللي حصلوا على هذه الجوائز، منهم بنوتة ساندرا عماد اللي حصلت على المركز الاول في الغنى. ايوه، طب جيبوها لي في الشاشة الكبيرة، زمايلي جايبينها لي على الشاشة الزغنططة، وجيبوها لي على الشاشة الكبيرة اشوف واسمع كده واتبسط زيكم بالظبط، تبقى حاجة لطيفة جدا. وعلوا لي الصوت بعد اذنكم. يعني يا ساندرا، ايوه كده. الدنيا غيره نغمتها حلوه، الدنيا غيره نغمتها حلوه، احنا نطير ونغنيها. والدنيا دي كلمه من غير ولا كلمه، احنا اللي نكمل عليها. اهلا 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 يا ساندرا. ازيك يا ساندرا؟ الحمد لله كويس. الحمد لله، يا سلام، مبسوط ان انا سمعت صوتك مرتين النهارده يا ساندرا، مره وانت بتغني ومره معايا على التليفون. قولي لي يا ساندرا، ايه الصوت الحلو ده الاول؟ ميرسي. شكرا شكرا شكرا، والف مبروك على الجائزه، المركز الاول مره واحده، ما شاء الله. الله يبارك في حضرتك. شكرا. قولي يا ساندرا، مين اللي اختار ان انت تغني الاغنيه الحلوه دي؟ دكتور محمد عبد الستار. انا في كرة تنمية المواهب وهو اللي بيدربني، وكان هو حط رأيي الاول في الاغاني وهو اللي كان بيدربني عليها وهو اللي شجعني ان انا ادخل المسابقة. حلو، وهو اللي اختار لك الغنوة؟ اه. وانت عارفة مين اللي بيغنيها اصلا؟ اه. مين؟ الفنانة ليلى مراد. يا سيدي يا سيدي على الثقافة الموسيقية الرائعة. طب يا ساندرا، دي اغاني اتغنت قبل ما انا نفسي اتولد، عرفتي الاغاني دي منين؟ نعم؟ عرفتي الأغنية دي منين؟ دي أغاني قديمة قوي. أنا الدكتور كان بيقولي على الأغاني وبيسمعها لي وكده، وبيقولي برضو مين اللي بيغنيها ويقعد يذكرها معايا. طب حلو. وأنا بحفظها. طب ده شيء رائع. قولي لي، وبقالك قد إيه بتغني يا ساندرا؟ بقالي كتير، يعني أنا دلوقتي عندي 11 سنة، من وأنا عندي 4 سنين بغني. بدأتي تغني من وأنت عندك 4 سنين؟ بدأتي غنى فين؟ أنا كنت في كورال الكنيسة، برنم في كورال الكنيسة. حلو. وبعدين في 8 أو 9 سنين ماما دخلتني كورال الأوبرا. الله، طب ده شيء جميل خالص. وغنيتي بقى لمين تاني غير ليلى مراد؟ غنيت لأم كلثوم أغنية على بلد المحبوب. يا سلام سلم. لا يا ساندرا، ده أنت جامدة قوي. أم كلثوم وليلى مراد بقى، لا ده كده الحكاية، الحكاية كبيرة، الحكاية مش صغيرة، مش هينة. طب وقولي لي، احنا شطار في المدرسة ولا لا؟ ايوه طبعا شطار جدا. اه. انت دلوقتي في سنة كام؟ 5؟ داخلة 5. ماشي، انا عايزك تطلعي الأولى يا ساندرا. يا رب ان شاء الله. وناوية تطلعي ايه بقى لما تكبري وتتخرجي من المدرسة؟ هتخشي كلية ايه؟ عايزة اطلع مهندسة ديكور. وهنبطل غنى؟ لا طبعا، يعني هتبقى الغنى جنب الشغل. اولا انا بكلمك عشان اقول لك الف مبروك، وعلشان اقول لك انت بجد صوتك حلو وجميل، وعلشان كمان انت دمك زي الشربات وزي السكر. واوعي تسيب الترنيم في الكنيسه يا ساندرا. حاضر. اوعي، مهم جدا ده. طبعا هنغني وهنروح نكمل ترنيم ونتمرن وما ننساش وما نكسلش. وهنذاكر كويس. مبروك يا ساندرا، تستاهلي مني سقفة كبيرة. شكرا. برافو عليكي. هشوفك لازم قريب اكيد على خير، ولما يبقى في حفلة انا هاجي في دار الاوبرا، هاجي اقعد اسمع كده وانبسط وابقى اسلم عليكي ان شاء الله. شكرا ليكي ساندرا عماد الحاصلة على المركز الاول في الغناء.